أرحب بالجميع. طبعا الوقت تأخر وأنا علاقتي مع الفقيد أكثر من 40 سنة، فلا يمكن اختصارها في دقائق، بس أحب أقول أن بداية علاقتي بالفقيد كانت في نهاية 69. ذيك الفترة كانت فترة تحول في فكر المناضل محمد جابر. محمد جابر كان مؤسس لحركة القوميين، كان مؤسس ومؤثر ومن رواد الحركة القومية. في ذاك الوقت في نهاية 90 بعد هزيمة حزيران صارت التحولات الفكرية في التيار القومي. طبعا طلع اتجاه متطرف جدا في الاتجاه القومي اللي كان يؤمن بالكفاح المسلح، متطرف جدا. محمد جابر اتخذ موقف في ذاك الوقت هو ورفاقه الأستاذ علي ربيع وسلمان مطر وعلي مطر ومجموعة، وإحنا كنا خلايا ذاك الوقت وكنا ندعم هذه التوجه. بالفعل فيه كان اجتماع شهير ومحمد جابر انسحب من ذاك الاجتماع وأعلن تحول الفكري اللي صمد عليه إلى آخر حياته وتحولاته بعدين. أشياء معروفة بالنسبة لكم، تحولات ونضالاته من الخمسينات إلى الستينات إلى السبعينات، بس علاقتي الوطيدة معه صارت في أثناء الحصول على الاستقلال وأثناء الإعلان عن الدستور، وبالأخص في فترة خوض المعركة الانتخابية في المجلس الوطني. في موقف أقدر له جدا أنا، هو محمد جابر مثل ما نعرفه من أبناء ستيشن ومن فريج سيادي، ودائرته هي الدائرة الممتدة لأنك أعتقد أنها هي الأولى كانت، وكان مطروح الأسماء المطروحة لخوض الانتخابات كان محمد جابر والأستاذ علي ربيعة والمرحوم عبد الله المعاودة، هذين الثلاثة اللي كان بالأساس يترشحون في المنطقة. محمد جابر في الأولى، علي ربيع في الثالثة أعتقد الثالثة، وعبد الله المعاودة في الثانية. اتخذ قرار غريب عجيب تفاجأنا منه، أن نقل الفقيد محمد جابر من دائرته إلى الدائرة الثالثة، مع أنه يعني ساكن هو هني ذاك الوقت، كان مع عيال وبيته في المنطقة هذه، وكان قبل ما كان في محدد مكان سكنه، ممكن ترشح في أي دائرة، وكان مطلوب لكل دائرة نائبين. تفاجأنا يعني احنا مرتاحين في ذيك الدائرة، ممكن يعني فوز بكل سهولة، ما في أي خلاف، مع أن 14 مرشح ضده. صار قرار وهو امتعض، وحاولنا مع سلمان مطر مع شلون يعني ذي في حسابات، ومع ذلك قبل بالقرار، ولا في البداية ناقش بس قبل بالقرار ونزل. وبالفعل كانت حركة ذكية جدا، وفاز هو وعلي ربيع. يعني علي ربيع مرتاح في الدائرة هني، محمد لما يصر شغل أكثر كان ينافس من؟ ينافس عبد العزيز شملان، وتخطى عبد العزيز شملان وفاز. أتذكر بعد انتهاء التصويت رحنا للبيت، كان التصويت في مدرسة أبو العلاء المعري، رحنا له في البيت يحتفل وإحنا يعني خايفين على النتيجة. قال لا تخافون، إحنا أنا منتصر، لو يطلع واحد اثنين من كتلة الشعب أنا أعتبر منتصر. الفترة هذه طبعا فرقتنا فترة من 75 لل 81، هو راح السجن وأنا طلعت الدراسة. أول ما رجعنا طبعا أثناء القمع فترة أمن الدولة في 75، بعض الرفاق اللي ابتعد واللي اعتزل واللي كذا، كان هم الوحيد أنه هو يوحد ويلم المجاميع هذه. فبالفعل بدت حركتنا من 81 في مجلسه في بيته، وبعدين تنقلنا من مكان لمكان إلى أن جاء الغزو سنة 90. قال لابد أن احنا نخلي المجلس علني، نخلي عملنا علني
وخلي اللي يي ونناقش ونشوف شو اللي ونوصل وجهات نظرنا، نوصل موقفنا لأي جهة. وبالفعل كانت شقته يعني قرف ماله ما تعد متر في نص ومترين، وكانوا الناس من كثرهم في شقته ذيك اللي كان دريها الكل اللي يمكن يه ناس على الدري واقفة بس تشوف نغاش، وكان له صدى ما يلس محمد جابر للأمانة، كان له صدى حتى في المناطق النائية يعرفون شو قاعد يدور شو قاعد دي. طبعا هني طلعت من وكان طرح من العريضة من قبل ما يلس محمد جابر، وتشكلت عدة فروع من كثر ما ياو الناس قالوا خلينا نوسع. تشكل مجلس حسن بديوي في عراد، محمد السيد في المدينة، حميد صدحي في رفع، صارت عدة مجالس وانطلقت العريضة من هناك. موقف له أنا آخر واحد تكلمت وياه اللي هو في 21 مارس اجتمعت معه قبل تنتكس حالته ويغادر بعدين. كلمني قال لي انه كان يتمنى انه في عيد اول ما يسالني عن قانون العمل قال لي شنو حقوق المراه، شنو وضع المراه في القانون الجديد. اعطيته ذي قلت له بعدين، يعني كان يتمنى انه هو على كرسي متحرك يتصدر مسيره مايو ويحمل شعار حقوق المراه العامله. ذكرني ذي الموقف بموقفه المدافع عن المرأة لما تشكلت لجنة العريضة في 94 أو 95، محمد جابر كان من ضمنهم، الدكتورة منيرة فخرو كانت من ضمنهم، وبعض رجال الدين كانوا من ضمنهم. اعترض أحد رجال الدين وقال أنا إذا كانت مرأة أنا ما بأشارك وما بأ. محمد جابر وبعض الرفاق رفاقه قالوا أوكي ما في مشكلة، قال لهم تظل المرأة أو أنا أنسحب. فصار يعني على أساس تغيير الوضع ذاك الوقت، يعني نحوا منيرة أو شيء أو ذي، وهو قال لهم أنا أجمد عضويتي، وبالفعل جمد عضويته وانسحب. طبعا له مواقف كثيرة، يعني الوقت إذا بتحكي عن العلاقة. طبعا أنا أول مرة أشوف السياسي عند القلم هني، عند المراجع السياسية وعند المنقلة والفرجال بجهة ثانية، يخلص من قراءة السياسية مني ويجلس يخترع ويسوي ذي اختراعاته. طبعا الكل عرفه، يعني آخر أيامنا كان فرح جدا لما جرب التوربين الأخير، يعني كان ينتظرنا وأنا كنت متأخر شوي هاوشني وهو قال تعالوا ويلا نشوف التجربة الحية. فبالفعل طفى الكهرباء كل شيء ذي وشغل ودار التوربين وولع. كان لا يعني فرحان جدا، وحاول أن يسجل اختراعه بس يعني واجهت صعوبات وشغلات ومطالب وما أعرف إيش. فبس بعد للأمانة أن محمد جابر كان مع المطالب لآخر حياته في التحرك الأخير اللي صار في 2011 مع المطالب، قال المطالب محقة ويجب أن تستمر وتتسع لتشمل كافة الأطراف، لا تكون منحصرة في اتجاه معين، لأن هذا بيكون مقتل التحرك. وكان يسعى بالفعل أنه تتوحد، يعني كل الجماهير تتفق على مطالب ممكن تحقيقها. لما ازدادت الشعارات ارتفعت الشعارات، أنا لما قلت له ترى انطرح شعار كيت وكيت، قال لي خلاص اعرف ان المسألة بتنتهي. فهو كان مصر على ان اي تحرك يجب يكون شامل لكل اطياف المجتمع، على اساس انه ما يصير انفراد بطرف ضد الطرف آخر أو ضرب الطرف بذ الطرف، وهذه بالفعل اللي صار في الأخير. شكرا لكم.
وشهادة أخرى من سيد أحمد منصور. مساء الخير جميعا. سيرة الفقيد، الرفاق في وعد، الرفاق في المنبر، الأصدقاء الكرام، أنا ماذا أضيف؟ ماذا أقول؟ ماذا أضيف؟ يعني كثر ما اللي قبلي قالوا وتكلموا. إذا كان لابد أن نقول كلمة وفاء وعرفان بحق المناضل الوطني الكبير محمد جابر صباح أبو جابر، بعد أن غادرنا وترك بصمات لا يمحيها الزمن من الكفاح والنضال الشاق والمرير من أجل البحرين وكل شعب البحرين، فإنه غني عن التعريف. فقد كان كريماً طيب الخلق وسباقاً للتضحيات، وأن رصيده الثقافي والوطني لا يعلى عليه، وكان رغم كبر سنه ومرضه يتفانى من أجل رفعة وطنه وشعبه، وكان يضحي بالغالي والرخيص من أجل إحقاق وتلبية مطالب الشعب العادلة. لذلك لم تستطع إثناءه عن هدفه لا السجون ولا المعتقلات ولا العوز والحرمان من العمل، وهو الإنسان البسيط المتواضع، فلم ينحني ولم يطلب مساعدة من أحد، وقد كان جسوراً وشجاعاً لا يجامل ولا يحابي أحد، وجهوراً في قوله وعمله لا تأخذه في مطالب الشعب لومة لائم. خرج من السجن في نهاية السبعينات وكان يلفه العوز والفاقة، وتراكمت عليه الكثير من الديون، فمدت له السلطة يدها كي تسدد ديونه، فقال قولته الشهيرة: نجوم السماء أقرب لي منكم. تعرفت عليه بداية من أيام المجلس الوطني السابق عام 1973، وكان أحد أعضاء كتلة الشعب التي دعمتها جبهة التحرير الوطني، فكانت له إسهامات ومواقف لا تنسى، وأنا شاهد عيان على ذلك. فقد طرح في المجلس الوطني آنذاك مع زملائه عدة مشاريع، أهمها الإسكان والحفاظ على البيئة وتطوير البنية التحتية وحماية الأراضي العامة من العبث، والقضاء على الفساد المالي والإداري، وزيادة الرواتب، وسيادة أمن الدولة، وإبعاد القواعد الأجنبية من البلاد، وكان مدافعاً شرساً عن حقوق المواطن البحريني. التقيته ثانية في سجن جزيرة جدة عام 76 في أعقاب إنهاء الحياة البرلمانية والهجمة الشرسة على مكتسبات الشعب وإعلان حالة الطوارئ وتطبيق قانون أمن الدولة سيء الصيت، والزج بكل الوطنيين في غياهب السجون والمعتقلات، والذي استمرت تداعياته حتى العام 2000 عند بزوغ مشروع ميثاق العمل الوطني وتدشين مشروع الإصلاح وإعادة الحياة النيابية، والذي جاء للأسف كسيحاً ومنتقصاً، وأدخلنا ثانية في ظروف أمنية أشد وأقسى من ظروف قانون أمن الدولة، حيث تعرض الشعب الواحد إلى التقسيم الطائفي والتجزيء والتشرذم. كان محمد جابر حقيقةً شعلة ثورية من النضال والعمل الدؤوب الذي لا ينضب، ورغم ما حدث للشعب من غسيل دماغ وتفرقة طائفية وفبركات ومسرحيات لم يسبق لها مثيل، حيث جندت السلطة كل أمكانيات وأموال الدولة في خدمة هذا المشروع، إلا أن محمد جابر بقي مؤيداً للمطالب الشعبية حتى الرمق الأخير، ولم يتلوث بأدران الطائفية والانقسام، فكان موقفه لا يعجب البعض الذين صدقوا الدعاية الإعلامية الكاذبة وتلوثوا بداء الطائفية ولبوا دعوة الانقسام والتشرذم البغيضة.
توثقت علاقتي به في بداية التسعينات، وكنا نحضر مجالسنا الأهلية التي أسسناها آنذاك رداً على التعتيم والمحاصرة والمنع وإيقاف الندوات العامة، فكنا في هذه المجالس نتداول الفكرة والعمل الوطني وتوزيع الأدبيات بغية الخروج من تلك الظروف الأمنية المناهضة للشعب. ومن مجلسه ومجلس صديقه الحميم علي ربيعة انبثقت العريضة النخبوية عام 93، وبعدها العريضة الشعبية عام 94، والتي جمعنا عليها حوالي 23,000 توقيع. بعد ذلك تم تشكيل لجنة العريضة الشعبية، والتي كان لي شرف المشاركة معه فيها. كان يحرص على حضور كل الاجتماعات وفي أي منطقة، فمن قلالي منزل المرحوم عيسى الجودر إلى بني جمرة منزل المرحوم الشيخ الجمري، ومن الحد منزل الشيخ المحمود إلى النويدرات منزل الأستاذ عبد الوهاب حسين إلى آخر. وكانت بصماته واضحة في كل المناقشات، وكان يحضر كل المنتديات السياسية ويفند على المنافقين والأفاقين والانتهازيين. رجل مقدام ومناضل بارز، وأحد أخلص الرجال الذين رحلوا عنا وتركوا فينا لوعة الفراق، وما زلنا نصارع الظلم وفي القرن 21 من أجل الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. ليس معقولا أن شعبنا المغلوب على أمره ومنذ أكثر من 70 عاما من العصر الحديث ما زال يقدم القرابين والضحايا من أجل حرية وعدالة وكرامة شعب البحرين. يتساوى فيها المواطن في الحقوق والواجبات حياة يسودها العدل والقانون. نأمل أن نرى الحياة وقد تغيرت وفعل المشروع الإصلاحي بحق، وأن يأخذ بتلبية المطالب الشعبية العادلة والمشروعة بشكل جذري، ويحقق الآمال العريضة والطموحة للشعب ليستقر الوضع وتتقدم بلادنا الغالية البحرين. ألا رحمة الله على ابن الشعب البار محمد جابر صباح وعلى بقية الوطنيين الشرفاء المخلصين. ونعاهدك يا أبا جابر، إنا على الدرب القويم سائرون وللنهج السلم محافظون حتى الرمق الأخير، ولأجل البحرين وشعب البحرين مناضلون. والسلام عليكم.